السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بفهم الشيخ عايزين انا مش عارف ايه مشكلة اللحية. لحية سنة. لا انا مش عارف ايه مشكلتها في عندنا احنا هنا. والله انا ما عنديش مشكلة، انا ليس عندي مشكلة في اللحية. عندك انت مشكلة؟ مشكلة على الطريق. ها؟ عندنا مشكلة على الطريق. عندك مشكلة على الطريق؟ ايوه اللي اي ملتحي في مشكلة بالنسبة له. يعني تقصد الكمين الشرطة توقف الملتحين؟ ده بيسلكوهم. بيسلكوهم يعني ايه؟ بيسلكوهم بيمسكوهم يعني يا عم الشيخ. بيمسكوهم. طيب. ادعي لهم بالهداية. ماشي يا عم الشيخ. ادعي لهم بالهداية، الله يهديهم. امين يا رب. الله يسلمك.